أمام عجزهم يحاولون الحصول على بعض المقتنيات التي تناسب دخلهم المادي، وهذه تأتي كمحاولة لتعويض احتياجهم في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث فاق قدرتهم الشرائية وكان سبباً في تفاقم المعاناة لدى الكثيرين منهم. كمواطنين نعاني من ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يرتفع بدون وازع ديني ولا أي أخلاقي في هذه الأيام. تبدو الأسواق هنا في محافظة أبين خالية إلا من القليل من المتسوقين بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي جاء أيضاً كنتاج للانهيار المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية. يعني المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وفي كل المواد، والسبب يعود إلى ارتفاع الدولار، ولكن عندما نلاحظ انخفاض في سعر الدولار لم يقابله في الاتجاه انخفاض في المواد الغذائية، تظل المواد الغذائية مرتفعة في نفس الدار. يرى المواطنون أن غياب رقابة السلطة المحلية عن الأسواق وانعدام الرقابة على المحلات التجارية يشكل واحدا من الأسباب التي سمحت بالتلاعب بالأسعار من قبل محتكري السوق، بينما يعلل التجار تدهور العملة بوقوع الكثير من الخسائر لدى غالبيتهم. يعاني المواطن من عدم توفر المواد الأساسية في هذه المنطقة خاصة، وذلك لعدم وجود الفئات المعنية التي تراقب المواد والسلع في ارتفاع أسعارها. أمام هذه الأزمة الطاحنة وفي ظل الحرب الدائرة التي تشهدها البلاد، يبقى البسطاء وحدهم من يدفعون ثمن هذا التدهور، إذ تتفاقم معاناتهم مع تفاقم الأوضاع في المحافظة المحررة خصوصا في الجوانب الاقتصادية.